أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. غدا المصريون بالخارج يضنون بأصواتهم في انتخابات الإعادة. توجه المصريون المقيمون خارج البلاد لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب، وتمثل المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة المستقبل السياسية، وذلك اعتبارا من الساعة 9 من صباح غد الاثنين وحتى 9 من مساء ذات اليوم وفقا للتوقيت المحلي في كل بلد على حدة. شكري والجبير يؤكدان تطابق وجهات نظر مصر والسعودية حيال القضية الإقليمية. أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره السعودي عادل الجبير تطابق وجهات النظر بين مصر والمملكة العربية السعودية حيال كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأضاف أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقضية الفلسطينية وآخر المستجدات بالنسبة للأزمة السورية ولقاء فيينا والأوضاع في اليمن وليبيا ومجمل ما هو مرتبط بالأمن القومي، مشددا على وجود توافق في الرؤى والاهتمام بهذا الأمر، حيث أنه أمر حيوي بالنسبة لأمن واستقرار البلدين والاستقرار الإقليمي بشكل عام. العليا للانتخابات توقف الإعادة للفرد في 4 دوائر تنفيذا لأحكام القضاء. قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضي أيمن عباس في اجتماعها وقف إجراءات انتخابات الإعادة للنظام الفردي في دوائر مركز ومدينة دمنهور والرمل أول وثاني والوسطى بندر ومركز بني سويف تنفيذا للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارية. الصحة وفاة 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بسبب أمطار الإسكندرية. أعلن الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالأسكندرية أن سوء الأحوال الجوية قد أسفر عن وفاة 5 أشخاص في 3 حوادث منفصلة، كما تسبب حادث اصطدام توك توك مع موتوسيكل في إصابة 3 أشخاص إحداهما أسعف في مكان الحادث، وتم نقل أحد المصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي والثاني إلى مستشفى العامرية وجاري علاجهما. وإلى نشرة الأحوال الجوية، الأرصاد تحذر من أمطار رعدية تصل إلى حد السيول. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية الاثنين استمرار السحب الممطرة على أغلب أنحاء البلاد، وممطرة على القاهرة ورعدية على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد حتى تصل لحد السيول. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر والمتوسط، أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنهم غير مهيئان للملاحة البحرية، حيث يسود البلاد رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.